انا هطلع هنعمل مع بعض تورتة موس المانجا، وهنشوف كمان ازاي هنعمل الصوص اللامع اللي احنا زي مزينين بيه التورتة زي ما احنا شايفينه كده قدامنا، وهنعملها مع بعض خطوة خطوة، وهنحشيها بطبقة من الجيلي المانجا. وخلينا نبتدي. أول حاجة هنعمل الكيكة الإسفنجية. هحتاج بيضتين، أحط عليهم 50 جرام سكر، معلقة صغيرة فانيليا. هضرب البيض بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية جدا لغاية ما يوصل للشكل اللي احنا شايفينه كده، اللي هو بيبقى لونه أبيض وبيبقى كريمي قوي. هنضيف له 15 جرام زيت، هنقول عليه 40 جرام من دقيق جميع الاستعمالات. و15 جرام نشا. هنحط عليهم 2 جرام بيكنج بودر. هنضربهم لغاية ما الدي والنشا يختلط كويس كده، وهنوقف بقى، مش محتاجين احنا نضرب ازيد من كده. هنحطها في صينية ألمنيوم مقاس 20، مش مهم ان يكون ارتفاعها عالي لان احنا عاملين مقدار صغير جدا، مش عايزين كيكة عالية، مجرد طبقة كيكة واحدة بس اللي هنحتاجها في تورتة الموز. هندخلها فرن 180 سليزيوس لغاية ما تستوي، تقريبا بتاخد 20 25 دقيقة. نبتدي نحضر بوريه المانجا، ده اللي هنحتاج ان احنا نستخدمه خلال الفيديو. هنحتاج 300 جرام مانجا، ممكن نستخدم مانجا فريش، ممكن تكون مانجا مجمدة. هحطها في الخلاط وهضربها كويس جدا لغاية ما تبقى يعني تبقى بوريه ناعم جدا وميبقاش فيها قطع. وهناخد منها جزء هنستخدمه في عمل جيلي المانجا، طبقة الجيلي. هحتاج 30 ملي مية باردة، هحط عليهم 6 جرام جيلاتين بودرة، هخلطه مع المية وهسيبه على جنب. هاجي في حلة أحط 150 جرام من بوري المانجا، هحط عليهم 25 جرام جلوكوز سيرب أو عسل جلوكوز،
و35 جرام سكر، وحطهم على نار متوسطة. أقلب السكر وعسل الجلوكوز عشان يدوب كده مع المانجا، وأول ما يبتدي في الغليان كده هشيله من على النار. بعد ما اشيله من على النار هحط عليه الجيلاتين اللي حضرته علشان ادوبه فيه كده وهو سخن، واحط نص معلقة صغيرة عصير ليمون، هجيب حلقة مقاس 20 سنتي وهقفلها ببلاستيك ستريتش، وهحط فيها الخليط وهدخلها التلاجة 4 ساعات على الأقل، أو ممكن أحطها في الفريزر ساعة لغاية ما الجيلي يتماسك كده ويبقى طبقة جيلي متماسك. هنبتدي نحضر موس المانجا. هنحتاج 60 جرام مية باردة، أحط عليهم 12 جرام جيلاتين بودرة وهقلبه معاهم وهسيبه على جنب. ونيجي في حلة هحط 6 صفار بيض، و115 جرام سكر، حط عليهم 145 جرام من بوري المانجا. حطه على النار وافضل اقلب فيه لغاية ما يغلي. أول ما يوصل لمرحلة الغليان كده هشيله من على النار، هحط عليه الجيلاتين اللي حضرته علشان أدوبه معاه،
احط عليهم معلقه صغيره فانيليا سايله، ولازم ان احنا نستخدم فانيليا سايله هنا علشان نسبه البيض كبيره، عشان مش عايزين ان احنا نحس بوجود البيض في الوصفه خالص، فلازم نستخدم الفانيليا السايله، مش هتنفع الفانيليا البودره او هو سكر الفانيليا. عندي هنا 265 جرام كريمة خفق باردة، هضربها من المطرف الكهربائي على سرعة الأول تكون هادية، وبعد كده هبتدي أزود السرعة لغاية ما أوصل لسرعة عالية، هفضل أضرب فيها لغاية ما يبقى قوامها كريمي كده بس، وهوقف ضرب علشان ما تفصلش وتتحول لزبدة ومية. لازم نركز لما نستخدم كريمة الخفق في النتيجة الصح ليها علشان ما تفصلش معانا، ما نزودش عليها في الضرب. هو ده احد يعني ده اقصى مرحله ممكن توصل لها، اكتر من كده هتبتدي تفصل وهتبوظ. خليط المانجا اللي حضرناه ده اسيبه يبرد لغايه 30 سلازيس، وبعدين هضيفه على كريمه الخفق. اخلطه مع الكريمه واحاول اقلب بشويش عشان ما اضيعش القوام المنفوخ للكريمه، علشان الموس ده بيبقى هش وبيبقى قوام ناعم كده. هبتدي اجمع التورته بتاعتي. انا هنا هستخدم قالب سيليكون بالشكل اللي احنا شايفينه، هو تقريبا ممكن يكون قطره 22 24. اللي ما عندوش قالب سيليكون بتاع الموس، هو في منه اشكال كتير جدا، اللي ما عندوش خالص من قالب سيليكون يبقى هيستخدم حلقه زي اللي استخدمناها في الجيلي، تحضير الجيلي. فهنستخدم حلقه تكون مقاس 22 او 24، بس اعتقد 22 ممكن تكون مناسبة. وهنقفلها برضو من تحت بالستريتش البلاستيك، وهنبتدي ان احنا نجمع الطبقات فيها. اول حاجة هنحط طبقة كويسة كده من الموس، وهنطلع اهو جيلي المانجا بعد ما مسك نفسه خالص، هنبتدي ان احنا نفصله كده ونطلعه من الحلقة. هغسله كده عن الكيس وهحطه فوق طبقة الموس. وهحط باقي كمية الموس فوق الجيلي.
كده ان المريض كل الاجزاء اللي في القالب كده بحيث يبقى الشكل من بره يطلع متساوي كله يبقى واخد نفس الشكل فورمة الانسيليكون. وهاخد كده اعلي على الاجزاء اللي على الحرف دي علشان تبقى هي اللي لفه مقفله حوالين الكيكه، عشان احنا عايزين الطبقه الخارجيه كلها تكون عباره عن موس، ميبقاش في اي طبقه طالع جزء منها سواء من الكيكه او من الجيلي، علشان لما نيجي نحط صوص المروار يبقى الشكل في الاخر كله متناسق. وهنقفل بطبقه الكيكه. هحطها في الفريزر ليلة كاملة لغاية ما تجمد خالص علشان نعرف نطلعها من السيليكون وتبقى واخدة نفس الشكل كده متتبهدلش. وبعدين هحضر بقى صوص المروار اللامع اللي هنزين بيه. عندي 60 ملي مية باردة، هحط عليهم 15 جرام جيلاتين بودرة هسيبهم على جنب. وفي حلة هحط 125 جرام سكر و60 ملي مية. و125 جرام عسل جلوكوز. وهحطها على النار وهقلبهم عشان أدوب السكر والعسل والجلوكوز. هسيبهم يغلوا لغاية ما يوصلوا لدرجة حرارة 103 سليزيوس. بعدين هشيلهم من على النار وابتدي اضيف لهم باقي المكونات. هضيف الجيلاتين اللي حضرته عشان ادوبه على الحراره بتاعت الخليط. و125 جرام شوكولاته بيضه، ممكن نستخدم شوكولاته بيضه شوكليت شيبس رقائق كده، او نستخدم شوكولاته بيضه عادي بس نبشرها او نقطعها صغير جدا علشان تدوب على الحراره بتاعه الميه، لان احنا مش هنرجعها النار تاني، احنا هندوبها بس كده دلوقتي على السخونيه بتاعه خليط الميه والسكر اللي عملناه في الاول. هفضل اقلب فيها كده باستمرار لغايه ما اتاكد ان هي دابت تماما. وهضيف لهم 80 جرام حليب مكثف.
وخمسين جرام جل تلميع، ده بيتباع في محلات خامات الحلواني، ده اللي هو الطبقة الشفافة اللي بتديها من فوق الفاكهة في تورتة الفاكهة. مش بنلاقي طبقة شفافة كده فوق الفاكهة علشان تحفظها وما تسودش أو كده ويبقى شكلها بيلمع، هو ده جل التلميع. ممكن احنا نلاقيه بيتباع جاهز، وكمان ممكن احنا نعمله في البيت. بعد ما جهزنا الصوص نسيبه يبرد لدرجة 35 سلسيوس قبل ما نستخدمه، ولازم التورته تكون متجمده تماما وقت ما نيجي نحط عليها الصوص. هنا هطلع التورته من السيليكون زي ما احنا شايفين عشان متجمده ماسكه جامد، بس هي لازم تكون متجمده، انا بأكد ان لازم تكون متجمده علشان نعرف نطلعها من السيليكون من غير ما تتبهدل. وكمان لازم تكون متجمدة في مرحلة، يعني أي تورتة موس لازم تكون متجمدة في مرحلة إن احنا بنصب عليها صوص المروات، علشان مجرد ما نصبه عليها يجمد ويثبت عليها، ما يبتديش إن هو يسيل ونلاقي إن طبقة شفافة قوي أو طبقة رفيعة قوي خفيفة كده هي اللي فضلت على التورتة، وبتبقى مبينة التورتة من تحتها ما بتبقاش حلوة قوي. يعني هو الأفضل إن هي تبقى متجمدة تماما علشان الصوص يبرد عليها على طول ويبقى طبقة كده كويسة من الصوص فوق التورتة. هنا صوص المروار بعد ما وصل لدرجة حرارة 35 سلسيوس، ممكن إن احنا نستخدم ألوان طعام، هنا الألوان اللي احنا حابينه. أنا هنا هستخدم الأسلوب الرخامي، فهحط لون أصفر ومش هقلبه للآخر، يعني هديه تقليبة خفيفة كده وابتدي أصب فوق التورتة. وهسيب الصوص يصفي براحته كده، وبعدين هبتدي ان انا اشيل الاجزاء الزياده من المروار، وهشيل التورته بقى وابتدي ان انا اقفلها تزيين الاخير. انا هستخدم برماسيل كور كده لونه ذهبي، هبتدي ان انا احطه في الطبق بتاع المربعات اللي في الشكل اللي قدامنا، وهكتفي كده، مش هزود اكتر من كده علشان ما تبقاش شكلها وحش من كتر التزيين، فهكتفي بالبرماسيل ده بس.
وكده تبقى خلصت وصفتنا النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة.